مرحبا بكم كاملين. عليكم مرحبا بمشاهدين ديال اشواق. كنقدم لكم راسي، معكم الشاف ساره، يوتيوبرز مغربيه صاحبه قناه الشاف ساره اللي هي يعني الاختصاص ديالها غير في الطبخ، وصح وفي الانستغرام شاف ساره البريمي. كنبغي نشكركم بزاف اول حاجه على المجيء ديالكم ديال اشواق. نتوما حاليا متواجدين في قلب المشروع ديالي، ديال واحد المشروع اللي هو انا غنسميه المشروع ديال الشعب. احنا كي غنقولوا احنا كنا فقراء، الغني هو الله سبحانه وتعالى. غير هو كيف ما بغيت نقول لكم، هاد الفكره ديالي كانت عندي من الصغر انني ندير واحد البروجي اللي عنده اللي ما عندوش يقدر ياكل عندي. لهذا فكرت من بعد مجهود كبير انا وفريق العمل اللي معايا اننا نحاولوا نخرجوا شي حاجه جديده وهي بواحد الثمن اللي يكون رخيص، وهذا الشيء غيبارطاجيوه معنا الناس المتتبعين ديالي الغزالات. اللي كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الحضور ديالكم، الناس اللي جاوا من وجده وجاوا من الرباط وشدوا الطريق، زعما الهلا يخطيكم عليا وخلاص. السر ديالي هي انني ما ضربتش في ثلاثه كيف ما كنديروا في البروجيات كاملين كيف ما كتعرفوا، حاولت انني نخلي الربح صغير بزاف. اما الساندويتش ديال 8 دراهم ما فيش الربح اصلا. اختاريت انني نهبط الثمن حيت حتى انا كنت طالبه وكنت كنقرا في مدينه من غير مدينتي، وحتى باش توظفنا ولينا كيضطر الواحد انه ياكل على برا. وكتعرف الواحد واخا يكون موظف وكيدخل واحد الصالير، صعيب عليه انه يوميا ياكل ساندويتش ب 40 درهم 50 درهم. هذا الشيء علاش حاولت ندير هذه الفكره اننا ما نفكروش في الربح. بالنسبه للساندويتش ديال 8 دراهم ما فيش الربح، تقريبا دراهم قليله جدا. وبالنسبة للساندويتش أغلى واحد فيهم هو اللي ب 20 درهم، هو اللي فيه واحد شوية واحد النسبة اللي قليلة باش ما نكونوش كنكرو. وأنا معروفة بالصراحة ديالي، كنخدم بالدجاج وكنبارطاجي كل نهار في الانستغرام ديالي الطريقة ديال التحضير، وأنا حطيت فيديو كيفاش خدمت. شكرا لكم بزاف، هادشي اللي غنقول لكم على التشجيع هذا، وسمحوا لي إلا كنت متوترة شوية في الهضرة ديالي. من طبيعة الحال فكرت عاطفيا بزاف. كما قلت لك هذه راه فكرة، هذه 14 سنة وأنا في الدومين، وانا كنقول بزاف ديال الناس والمتتبعين ديالي اللي كيقولوا نهار غنشوفوا ساره دايره شي بروجي او لا، غيكون بروجي اللي هو كلاس وغيكونوا اثمنه مرتفعين وغيكون. بالعكس انا بنت الشعب وفكرت في هاد 8 دراهم، واخا كانوا عندي الناس اللي انتقدوني بزاف من الدومين في مدينه قنيطره، كانوا عندي بزاف بزاف حيت منين بديت الاشهار ديال هاد 8 دراهم واللي شاف كبارين كيجيو عندي واصحاب المحلات اللي كيقولوا لي فكره غتكون ما غتنجحش حيت 8 دراهم، كيقول لك الرخا
كي كيقولوا لها الرخا كيخلع، ولكن انا مستعده ان اي واحد يجي ويشوفنا كيفاش كنخدموا، واي لجنه تقدر تجي وتشوف الخدمه ديالنا. ولا قلت الدجاج راني كنخدم بالدجاج، ولي صوص باش كنخدموا لي صوص سبيسيال ديال شاف ساره، اللي هو الصوص بالاناناس، فيه السيزام، فيه بزاف ديال المكونات اللي انا بارطاجيتهم في الانستغرام ديالي مع المتتبعين ديالي، وفيه صوص افوكادو. وهذا مكان كيبدا من ديال 8 دراهم كيكون صون فرماج، وانت غادي وانت كطلع حتى توصل ل 20 درهم. من طبيعه الحال اي واحد يقدر ياكل كاليتي بثمن هابط. كنتي الوحيده اللي خرجتي هذه الفكره على امر الواقع؟ هذه اول مره غادي تكون في المغرب، حيت باقي لحد الان عمرني شفت شي حد دارها. كيديروا كاين مشاريع ديال الطون، ديال المعقوده، ديال شي حوايج اللي كيكون ثمنهم اصلا نازل، ولكن باش تفكري انك دير بولي ودير واحد الكميه اللي هي انتم غادي تجربوا معنا، والناس اللي يجيو يجربوا مرحبا بهم وما يحكموا. انا اكيد غندير فيديوهات فلاشين ديالي شاف ساره، ديال غادي نسقسيو ناس وغادي نشوفوا الاراء ديال الناس في هذا الساندويتش هذا. وقبل سمحوا لي نقول واحد الملاحظه، قبل ما ندير هذا الساندويتش، قبل ما نخرجوا للعلن، انني بارطاجيته مع لي شاف كبارين، مع ناس اللي كي عندهم كي كنقولوا كيفهموا شويه في الوجو، كيعرفوا المكونات، كيعرفوا الناس ديال الدومين، وكان الراي ديالهم راي زوين بزاف اللي فرحني. هذا الشيء هذا غادي نقول لك، انت غتجربتي معنا، انت اول واحد وكانت تجربه معك اليوم. كي جاك؟ انا دابا اللي غنسولك ونقول لك كي جاك الساندويتش ديال 8 دراهم؟ صراحه واحد البلا اللي زوين بزاف واللي فيه بزاف ديال لي زانغغيديون، وتصدمت بالثمن ديالو اللي هو 8 دراهم. وكنقول لك برافو من هذا المنبر هذا، وكنقول لك بالتوفيق والله يسر لك الامور، وكملي بالنيه ديالك وربي سبحانه وتعالى غيسر لك الامور. شكرا بزاف. ويسمحوا لي بزاف المشاهدين والمتتبعين ديالي على هذا انني كنهضر وانا متوتره حاسه، ولكن ان شاء الله غادي نشرح لكم اكثر. الا دخلتوا عندي القناه غادي نحط فيديوهات اللي غيكونوا كيشرحوا اكثر. اللي بغى يجي عندي، حنا المحل ديالنا كيتواجد في طريق البوالور، اوديليز القديمه راه معروفه عند ناس قنيطره كاملين، غير كتهبط كتلقى كافي لا ماتينا، حنا انفص معاها. وهذا الشيء كامل غادي تلقاوه في الانستغرام شاف ساره البريمي. وكنبغي نشكركم بزاف، وكنبغي نشكر الاب ديالي اللي هو متواجد معايا اليوم، وكنبغي نشكر صحاباتي والمتتبعات ديالي وعائلتي والناس كاع اللي كاينين اليوم كيبغيو شاف ساره، وهذه شي حاجه اللي كتفرحني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.